أحيت الجالية اليمنية في ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية الذكرى الرابعة للانتفاضة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين في مواجهة الكهنوت والإماميين الجدد الذين أدخلوا اليمن في نفق مظلم لا يزال المواطن يتجرع ويلاته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء تكريما واعتزازا بما قدموه من تضحيات جسام في سبيل الوطن. ضيوف هذا اليوم الحزين الكئيب الأسود بألم وحزن عميقين تحدث المشاركون في كلماتهم المعبر عن مناقب الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكا وتضحياتهم الجسيمة في سبيل الوطن وإعلان البراءة للشعب اليمني ودعوته للذود عن الوطن من الميليشيا التي عاثت في البلاد الفساد خدمة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة غير آبهة بما يعانيه المواطن البسيط الذي يدفع ثمن طيشها وعبثيها بمقدرات البلد. ألم يعتصر قلوب اليمنيين في الداخل والخارج في هذه المناسبة التي مثلت ذكرى أليمة ومناسبة عظيمة في آن حينما صدح الزعيم صالح في وجه الميليشيا التي تسعى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ودعا كافة اليمنيين للحفاظ على وطنهم وجمهوريتهم وحذر من دخول البلد في أوضاع لا يحمد عقباها ولعل ما يعيشه الوطن والمواطن اليوم يؤكد صدقية ما تحدث عنه الزعيم صالح في أكثر من خطاب ومكاشفته الشعب حينما صمت الأحقاد آذان العقلاء ليصل الوضع باليمن إلى ما وصل إليه اليوم. أثبت ما وعد به في سنوات حكمه أن يفدي الوطن بروحه ودمه فصار مؤتمنا محافظا لما وعد به بعد أن آمنت السماء والأرض بأنه كان إشراقة هذا الزمان. صالح له حكايات على امتداد الأرض وبلون ترابها. صالح بعد أن ألقى وصيته وأعلن انتفاضته التي ستبقى أيقونة الثوار حتى استعادة الجمهورية رحل صالح فنكست رحل صالح فنكست من بعده كل أصوات السلام والأمان. أقسم بالله إنه ليت تمثيلا. فنكست من بعده كل أصوات السلام والأمان والحلم الذي كان يراود كل أبناء اليمن. المشاركون في الفعالية التي تخللتها مقتطفات من كلمات الزعيم الشهيد أكدوا المضي على درب الشهداء حتى استعادة الوطن من قبضة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وتنفيذ وصايا الزعيم العاشر والحفاظ على الجمهورية ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من محاولات الإماميين الجدد الانقضاض عليها وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكريس السلطة الكهنوت من جديد.